توقيت جينا بما انه العطله متواصله، ان شاء الله عطله سعيده لكل التلامذه وين ما كانوا موجودين. باش نهزوكم لمدينه العلوم، مدينه العلوم اللي تحتضن غدوه وبعد غدوه حفل العلوم. اكثر تفاصيل على حفل العلوم ناخذوها توت سويت مع حسن التهري المكلف بالاعلام في مدينه العلوم، خاصه انه في البروغرام في حفل العلوم نلقاو عده انشطه موجهه للصغيرات. صباح النور سي حسين. أهلا وسهلا بيك ملك، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا توا في شمسة فام ربينا في الثلاثة ولا الأربع دقائق يركزوا معنا ويعليوا شوية في الراديو، لأن الموضوع هذا اللي باش نحكيوا عليه يهم برشا الأطفال اللي هما في فترة العطلة. في الحقيقة هما مش الأطفال فقط لكن كل أفراد العائلة. كما قلت أنت ملك 30 و31 أكتوبر الموعد باش يكون مع الدورة الثالثة من تظاهرة حفل العلوم، التظاهرة اللي تولدت تظاهرة كبيرة في النهارين هذوما في مدينة العلوم في العاصمة وقصر العلوم في المنستير. تعطيهم المعلومة الأولى، الدخول إلى زوز أقطاب العلمية هذه باش يكون بالمجان. وفي التظاهرة هذه فما برمجة ثرية جدا، ينجموا لولية اللي يسمعوا فينا تو يدخلوا على موقع اسمه fetdelascience.tn يلقاو بانوبلي معناتها كبيرة، معناتها تاع ورشات علمية، عروض علمية. عندنا أيضا عرض فني لمحمد الغربي. باختصار معناتها لما في حفل العلوم تلقى الروبوتيك، تلقى التقنيات الحديثة، تلقى العلوم الإنسانية، تلقى العلوم التكنولوجيا الفيزياء وعلم الفلك. وإذا أيضا نطلع شوية، معناتها أنت طلبت مني أركز شوية على الشريحة الأطفال، لكن الطلبة كذلك عندهم نصيب في حفل العلوم. فما مجموعة من الورشات، فما الباحثين وباش يخرجوا من المخابر العلمية باش نلقاهم موجودين في مدينة العلوم باش يثمنوا الأبحاث نتاعهم. وهذه في الحقيقة مع حضورهم مهم برشا، وهو أسمى أشكال تثمين البحث. فما جمعيات علمية باش تكون حاضرة معانا، فما عروض لأفلام ديس دي بالمجان معناتها على ابتداء النهارين هذوما، حتى نحوصل معناتها اجمالا انه العائله قبل ما تجي لمدينه العلوم يدخلوا على مدينه على الموقع عفوا fetdelascience.tn يختار فوالا شنو يلقاو لي حسين، يلقاو بروغرام باغ كاتيجوري. اللي يحبوا لي كونفرنس نجمو يمشيو لي كونفرنس، فما لي اتيليي اون سال، فما ليكسبوزيسيون، فما لي ستون، فما مثلا ستون تاع لي ستارت اب اللي مغرومين الشباب مغرومين باللي ستارت اب، دونك ينجموا يمشيو للستون هذايا. باش يكون فما ايضا ناني انشطه فنيه اكتيفيتي ارتستيك، فما لي بروجيكسيون، فما حتى لي جو مسابقات فكريه. بالفعل هذا اللي حبيت نحكي عليه، الجانب الترفيهي موجود. فما كونسيرفاتوار الكندي حاضر معنا، وحكيت قبيل على محمد الغربي، الموسيقى كذلك حاضره. ايضا مهم برشا انه نحكيه على عالمه الفضاء، هي ضيفه الشرف في حفل العلوم هذا سيفي بوكلير. ملاك احنا ما يدرسش علم الفضاء في تونس وعلم الفلك ما يتمش تدريسه، لكن اللقاء هذا فرصه ربما للطلبه ولا حتى اللي اقل شويه منهم في العمر يسمعوا عالمة الفضاء هذه سيلفي بوكلير شنو تحكي، ويتحدثوا معها عن قرب وتحكي لهم على تجربتها. وربما هذه فرصة في هذا اللقاء لو لأنه يتغرس في الأطفال ولا الشباب حب علم الفلك، وإحنا نسمح أنه نلقاو المزيد من المختصين في علم الفضاء وعلم الفلك في تونس. هذا إجمالا خاصة هنا حسين وقت اللي نعرف أنه صغيرات ديما عندهم أكل فضول وعندهم الكوريوزيتي الكبيرة برشا، ساعات يسألك سؤال هكا على القمرة ولا على الشمس، دونك أنت ما تنجمش تجاوب عليه. دونك غدويك فرصة أنه غدويك نلقاو الأجوبة باش تكون في مدينة العلوم. نحكي على حفل العلوم اللي يمتد نهار 30 ونهار 31، واللي هو باش يكون اوبن، باش يكون مفتوح لكل الأشخاص، طلبة تلاميذ كيف صغيرات ينجموا يكونوا موجودين غاديكا. شكرا لك حسين التهري على المداخلة هذه، سينو خلي لك كلمة الختام. تحسن شوية وهذا يفرحنا، وهنا بما أنه إن شاء الله غدوة وبعد غدوة يكون الطقس باهي، فاللولية يخليوا وجبتهم النهارين هذوما لمدينة العلوم باش يلقى
كل ما ينجم يخلق حاجتين، جانب ترفيهي علمي في نفس الوقت لكل افراد العائله، وفي اعتقادي هذا اللي لوجوا عليه الاولياء في العطله. واضح، وخاصه تنجم تعديو نهار كامل غاديك علاش ليه كذا معنا الصغيرات لي بارون كيف كيفهم بيدهم اكيد فما حاجات يحبوا يكتشفوها. ونذكروا انه الدخول باش يكون ما جنيف الى مدينه العلوم على امتداد نهار 30 و 31. شكرا لك حسن التهري المكلف بالاعلام في مدينه العلوم على كل تفاصيل اللي كنت قدمتين. سنو احنا مستمعين شوي.